نحن نرى في تونس طيرا يحلق في السماء بجناحين النهضة والنداء. الشعب التونسي هو فايق ماش أبله وما تتخباوش ورا الشرعية. عندما أرى طبقة من رجال كل العهود وكانوا بارزين في التجمع نقول الآن يعني هذا تهديد للثورة. وفاة رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري وكاتب العام الجهوي لحركة نداء تونس لطفي مقاد. احنا هذا نداء تونس نتعاونوا معاه ولا ما نتعاونوش؟ لا ما نتعاونوش. الشارع لا يغير الحكومة المنتخبة، الشارع يغير الحكومات الديكتاتورية. إذا تحقق حوله توافق فهو رئيس تونس. كل مقام مقال. ليش نرجع تاني الآن؟